السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معانا في درس جديد يتكلم عن الزوايا وقياس الزاوية لمادة الرياضيات 4 ريض 262 المستوى الثاني ثانوي العلمي. خلونا مع بعض نستعرض أهدافنا لدرس اليوم. فعندنا أول هدف أن نرسم الزاوية في الوضع القياسي. الهدف الثاني أن نوجد الزوايا المشتركة في الضلع النهائي. خلونا مع بعض نستعرض الزوايا في الوضع القياسي. فأولاً عندنا المستوى الإحداثي. المستوى الإحداثي هو محور X و Y ينقسم إلى 4 أقسام، كل قسم راح يعتبر ربع. فقيمة القسم الأول الزوايا تعتبر من الزاوية 0 درجة إلى 90 درجة، وبعدها من 90 إلى 180. طبعاً كل ربع راح يكون عبارة عن 90 درجة، بعدها من 180 درجة إلى 270 درجة، وبعدها من 270 إلى 360. لو لاحظتوا إحنا بدينا من الصفر وانتهينا عند 360، مشينا بعكس عقارب الساعة. دائما الزاوية لما تكون قيمتها موجبة راح نمشي عكس عقارب الساعة، أما لما تكون سالبة راح نمشي مع عقارب الساعة، فراح نمشي من تحت إلى فوق. خلونا ناخذ مع بعض أول مثال. لكن قبل لا ناخذ أول مثال، شلون راح نمثل الزاوية؟ دائما الزاوية راح يكون لها رأس في الوسط، وراح يكون ضلعها الابتدائي من محور إكس الموجب، والضلع النهائي على حسب قياس الزاوية. فرضاً كان الضلع النهائي في الربع الثالث، فراح نمشي من البداية من الربع الأول إلى الربع الثالث. فناخذ مع بعض أول مثال. ارسم الزاوية التي قياسها 160 درجة في الوضع القياسي. أول شيء نبي نعرف الـ 160 في أي ربع؟ هل هي في الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث؟ خلونا نشوف مع بعض. فأول خطوة نرسم محور X و Y، ونحط قياسات الزاوية على الأرباع. فعندنا 0، 90، 180، 270. طبعاً لو نلاحظ أن قيمة الـ 160 راح تكون بين 90 و 180، فواضح أنها راح تكون في الربع الثاني. فراح نرسم أول خطوة، الرأس دائما يكون في المنتصف عند صفر وصفر أو نقطة الأصل، وبعدها الضلع الابتدائي عند محور إكس اللي هو عند النقطة صفر، والضلع النهائي راح نرسمه في الربع الثاني، وراح نبتدي من الصفر إلى الضلع النهائي. انتهينا أعزائي الطلبة من المثال الأول، خلونا ننتقل مع بعض إلى المثال الثاني. عندي نبي نرسم الزاوية التي قياسها 295 درجة في الوضع القياسي. طبعاً أول خطوة نعرف أن الـ 295 هي أكبر من 270، فبما أنها أكبر من 270 فراح تكون في الربع الرابع. بعدين شلون راح نرسمها في الربع الرابع؟ راح نقول الـ 295 ناقص 270 عشان نعرف بالضبط وين نخلي السهم في الربع الرابع. راح نشوف مع بعض الضلع النهائي وين راح نرسمه. فراح يكون في الربع الرابع، لكن احنا مع بعض طلعنا الـ 25 درجة. وين راح تكون الـ 25 درجة؟ راح تكون قريبة من محور واي. فهذه هي الـ 25 درجة اللي طلعناها عشان نبي نعرف ايش كثر عقب الـ 270 راح تكون الـ 295. خلونا مع بعض ننتقل إلى زاوية أخرى بقياس سالب. فعندي السؤال يقول ارسم الزاوية التي قياسها سالب 50 درجة في الوضع القياسي. طبعاً لو تذكرون في البداية قلنا أن الزاوية السالبة راح نرسمها مع عقارب الساعة، يعني راح تكون من تحت، راح نبتدي بعكس ما سوينا من شوي. فأول خطوة راح نرسم المحاور، وراح نقول
ان احنا نبتدي بالرأس والضلع الابتدائي مثل ما هو، الضلع النهائي راح يكون عندنا اياه تحت في الربع الرابع بالنسبة حق الموجب، لكن بالنسبة حق السالب راح يكون الربع الأول. بشذي أعزائي الطلبة انتهينا من تمثيل أو رسم الزوايا في الوضع القياسي. خلونا مع بعض ننتقل إلى شيء آخر. طبعاً الحين عندنا رسمة الزاوية اللي قياسها 600 درجة. طبعاً لو تلاحظون أن 600 درجة هي أكبر من 360 اللي إحنا نعرفها، فش راح نسوي؟ راح ناخذ أول خطوة 600 درجة نطرحها من 360، طلع عندنا 240. 240 هي في أي ربع؟ في الربع الثالث. ليش قلنا أن هي في الربع الثالث؟ لأن هي محصورة بين 270 اللي تحت وال 180، فأكيد راح تكون في الربع الثالث. طبعا نبي نعرف الضلع النهائي بالضبط وين نحطه في الربع الثالث، فراح ناخذ ال 240 نطرحها من 180 يعطينا 60 درجة. فراح نرسم محاورنا ونرسم رأس الزاوية، الضلع الابتدائي مثل ما هو لأن هي موجب، فراح نبتدي عكس عقارب الساعة. الربع الثالث راح يكون عندنا الضلع النهائي، وقيمة الستين راح تكون عندي إياها هني قريبة من المحور اللي عليه 180. راح نبتدي دائرة كاملة وبعدها نكون هني، فنبتدي دائرة كاملة. انتهينا من الدائرة الأولى فصار عندنا 360، الدائرة الثانية اللي هي 240، وهني فقط 60. ننتقل مع بعض أعزائي الطلبة إلى الهدف الثاني. أوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي للزاوية التي قياسها 130 درجة. فش راح نسوي؟ مرة راح نقول 130 زائد 360، والمرة الثانية راح نقول 130 ناقص 360. فراح يكون عندنا أول واحدة 130 زائد 360 يعطينا 490 درجة، والثانية راح تكون 130 درجة ناقص 360 درجة يعطينا سالب 230 درجة. فالحين لو ينا نمثل الثلاث زوايا على المستوى الإحداثي في الوضع القياسي، كلهم راح يكون مشتركين في الضلع النهائي، أما الدوران هو اللي راح يفرق سواء كانت موجبة عكس عقارب الساعة ولا سالبة مع عقارب الساعة. ننتقل مع بعض إلى السؤال الثاني. فعندنا السؤال يقول بنفس الطريقة نبي نوجد زاوية بقياس موجب وأخرى بقياس سالب مشتركتين في الضلع النهائي للزاوية التي قياسها سالب 45 درجة. فمثل ما سوينا في السؤال السابق نسوي هني، فمرة راح نقول زائد 360 ومرة راح نقول ناقص 360. فنقول سالب 45 درجة زائد 360 درجة يعطينا 315 درجة، سالب 45 درجة ناقص 360 درجة يساوي سالب 405 درجة. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من هدفنا الثاني وانتهينا من درسنا لليوم. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء في دروس أخرى، ومع السلامة.